النهاردة ان شاء الله حبايبي هنعمل مع بعض سمك سلمون مشوي. هنجيب قطع سلمون كده فيليه من السوبر ماركت، تتباع كده في العيلة الجاهزة، او جزء سمك سلمون من عند برضو السوبر ماركت الكبير زي هايبر او سعودي او من بتاع السمك، قوليله عايزة جزء سمك سلمون، فعلى حسب عدد افراد اسرتك هتجيبي عدد الجزء. والتتبيلة عبارة عن ملح وفلفل وليمون وزعتر، مش اكتر من كده، ملح وفلفل وليمون وزعتر. بنطلع هي الفيليه سلمون من العلبة ونرصها كده بحيث انه يبقى ده اللي هو القشر الفضي ده تحت كده في الشواية، يعني القشر الفضي الناحية دي بيبقى تحت. طيب نرصها كده كده، خلاص رصيناها بحيث كل القشر بتاع السمك الفضي ده يبقى تحت، هو اللي هيتشوي يعني. طيب ونرش عليها بقى التتبيلة. التتبيلة سهلة قوي، ملح وفلفل وليمون وزعتر. رشيت عليها كده التتبيلة حبايبي ورفعتها على النار، تحتها النار يعني. والتتبيلة بهزها كده يعني عشان ايه تبقى عليها كلها، مفيش اكتر من اللي قلتلكوا عليه، ملح وفلفل وزعتر وليمون، بس الليمون اخر حاجة هحطها يعني لما يستوي السلمون. هو السلمون ما بياخدش وقت خالص في السوى، يعني ماكسيموم هيبقى 7 دقايق، فاول ما يستوي هوريهولكم وبعدين هعصر عليه الليمون. انا دلوقتي فاتحه تحتين نار، وخلي بالكم الحته الفاضيه من تحت كده. خلاص السلمون استوى حوالي، هو خد حوالي 5 دقايق بالكتير. بلاقي ان هي انا قلبت على الناحيه الثانيه، خلاص القشر بصي انفصل عنه كده، يبقى ده معناه انه استوى على طول ولونه خلاص يعني بقى بينك كده، مش اورنج جامد زي الاول، خلاص مبقاش فيه ميه بتطلع منه ولا حاجه، فهو كده استوى وهطفي عليه. اخر حاجه حطيتها الليمون عشان يفضل مختفي شويه بريحته يعني. طيب يبقى حطينا ملح وفلفل وزعتر وليمون، بس اخر حاجه الليمون، هنطفي عليه بالهنا والشفا. ده كان السمك السلمون.